طيب هنروح كمان لخبر من الأخبار، هي غريبة شوية بصراحة. النهاردة أو مش النهاردة، هو عموما دايما بيكون في مراكب سياحية بتطلع من المناطق السياحية، مدن السياحية، وتحديدا شرم الشيخ والغردقة، بتطلع بتزور المقاصد اللي في البحر. يعني زي كده مثلا من غردقة في جزيرة الجفتون، من شرم الشيخ في راس محمد، بينزل الناس السياح يعملوا غطس وسنوركلينج ويتفسحوا ويشوفوا الحاجات دي. المهم ان الحاجات دي تبع لوزارة البيئة لانها محميات طبيعية فيها شعاب مرجانية وسمك نادر و و و، فهي بتعتبر تابعة لوزارة البيئة. حصل ايه؟ وزارة البيئة قالت ان زيارة الاماكن دي بفلوس، والفلوس دي هتزيد. فالرجالة صحاب المراكب قالوا لا احنا مش قادرين ندفع، طب ايه هنعمل ايه؟ طب يلا يا جماعة ما احناش طالعين، خلينا واقفين في المينا زي ما احنا، بلا سياحة بلا مصريين يطلعوا، مش خلينا واقفين زي ما احنا. وده حصل فعلا النهاردة، الناس كلها المراكب في غردقة فضلت واقفة بسبب فرض رسوم على زيارة المحميات، وكل السياح اللي حاجزين ما راحوش. وادي السياحة واللي بيحصل فيها مننا. هل ده بقى غلط وزارة البيئة، ولا غلط وزارة السياحة، ولا غلط صحاب المراكب؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. معانا الأستاذ أحمد العزب، واحد من صحاب المراكب السياحية اللي واقف وما طلعش النهاردة. ومن الناحية التانية هيكون معانا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وقبل ما أتكلم مع الدكتورة ياسمين وقبل ما أتكلم مع أحمد، إحنا مش جايين نرمي خناقاتنا على بعض، سواء كان الوزارة والمسؤولين ولا أصحاب المراكب. إحنا جايين نشوف السياح اللي إحنا عمالين نهاتي عشان نقول السياحة ترجع مرة تانية، ما طلعوش النهاردة يتفسحوا ليه؟ أنا راجل عايز السياح يتفسحوا، شغلتنا في مصر هنا في القطاع السياحي إن السياح يجوا ينبسطوا. السياح ما انبسطوش النهاردة يا أستاذ أحمد، السياح ما انبسطوش النهاردة ليه؟ احنا طلعناش النهاردة بالنسبة عشان القرار بتاع سيادة الوزيرة. تمام، اللي حضرتك بتقول ان هو في دراسة كاملة، طبعا ما فيش دراسة كاملة. تمام، اولا احنا بنعمل احصائية بالنسبة للسائح اللي بيدخل مصر او للسائح اللي بيطلع اي دولة تانية. السائح بيطلع عندك بكام يا عم احمد؟ حاليا الزبون ما بيعديش 30 دولار، يعني متوسط 30-35 دولار في الطلعة للسائح الواحد. بيطلع للسائح الواحد بتغديه وبتديله الحاجات بتاعة الغطس او السنوركلينج، كل حاجة، اكله شربه. ومركبك بتشيل كام واحد؟ الكركديه، كل الكلام ده. مركبك بتشيل كام واحد؟ احنا مراكبنا متوسط من 25-30 فرد، بس احنا مستحيل بنوصل 25-30 فرد. مستحيل توصل؟ مفيش اعداد انك انت توصل 30-35 فرد. يعني نقول المتوسط 20؟ من 10-15. 15 مش قليل شويه؟ 15 ده ما انتوا يعني بتطلع زمايلك، لو العدد عندك قليل بترميهم على المركب اللي جنبك. لا، ما فيش حد فينا بيطلع على مركب تانية، اغلبيه شغلين كل واحد مركبه. تمام، انا عندي مركب خاصه بالدايف. يعني نقول الطلعه كده في اليوم بتعمل لك متوسط مثلا 500 دولار. لا لا لا، اقل من كده بكتير. ما احنا انت بتتكلم من 15 واحد في 30 دولار، يعني نقول 500 دولار. معادل 500 دولار، متوسط 500 دولار، مش هحسبهم لك بالمصري. تمام. 500 دولار، والدولار دلوقتي ب 16.5 قروش. تمام تمام، وبتدفع قصادها مصاريف الاكل والشرب والتذاكر بتاعه زياره الاماكن تبع لوزاره البيئه، وبتحط الجاز للمركب وبتشحمه وبتصينه. تمام، مظبوط كده؟ تمام. انا حضرتك لو حسبت ان المركب بتطلع كل السنه، تمام، الجهاز اللي احنا بننظف ونجهز فيه في الكلام ده، متوسط من 300-250 ألف جنيه كل سنة. أنا محتاج لتصليح مركب بس. ده سنويا. كم؟ مرتبات. كم تاني مرتبات. معلش؟ عشان نكتب الأرقام مع بعض كده. معادل من 250 ألف ل 300 ألف. صيانة مركب؟ صيانة المركب كل سنة. ل 300 ألف، هو المركب ثمنه كام؟ في مراكب بتعدي مليون، في مراكب بتعدي الاثنين، وفي مراكب. يا مركبك أنت. انا مركبي تعدي ال 2 مليون. يعني نقول 2 مليون. يعني انت بتصين المركب ابو 2 مليون بتلت مليون بسدس ثمنه سنويا. ده سدس ثمنه سنويا. تمام تمام. طيب معترضين برضو على قرار وزاره البيئه ليه؟ حضرتك احنا نوعيه الزبون اللي داخل البلد حاليا، تمام، ما ينفعش ان انا اضيف عليه ايها رسوم تانية.
حضرتك انت نوعيه الزبون اللي عندنا فئه ثالثه مش فئه اولى ولا ثانيه. هي الرسوم اللي زادت دي قد ايه؟ يعني قيمه اللي هيدفع كام؟ $5 على الزبون، $20 على على المركب. يعني انت تدفع ال20 وكل راكب سائح معاك يدفع $5. $5 تمام. طب وهو انت عرضت على السياح النهارده قبل ما تاخد قرارك انت واصحاب المراكب ان احنا نقف وما نتحركش اعتراضا على القرار وتنفيذه، عرضت على السياح انه يدفع $5 زياده علشان رسوم المحميات الطبيعيه او الحفاظ عليها وقالوا لكم لا؟ ولا انت مش عايز تدفع ال20 بتوعك انت؟ لا لا انا ما عنديش مشكله. بص حضرتك طيب. احنا بنبني دوله صح؟ تمام. يعني احنا بنبني دوله، المفروض كل واحد فينا يقدر يساعد. تمام. احنا كلنا ورا بلدنا، ده رقم واحد. تمام. وبنحاول نكبر بلدنا على قد ما نقدر، احنا عاوزينها اكبر دوله في العالم. مش معترضين، انا برضو بتكلم السياح. هل انتوا اصلا اتناقشتوا مع بعض في القرار ولا انتوا خدتوا القرار ده مع نفسكم انه هنتعمل وقفه ويعني تعترضوا وما تحركوش المراكب؟ احنا عملنا مناقشات مع الجيس بتاعنا، كله بيقول لك لا انا مش هقدر ادفع. مين اللي قال ايه؟ زيادة. الجيس ما حدش هيرضى يدفع فلوس زياده. ده الجيس نفسه ولا شركات السياحه والاوتيلات اللي بتتفق معاك؟ ككل، احنا ككل. طب يعني موردين يا سياده الوزيره. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتوره ياسمين؟ اهلا وسهلا. ازيك يا الحمد لله. يا دكتوره ياسمين، هو القرار لما اتاخد يعني ايه هي العوامل اللي بناء عليه تم اتخاذ هذا القرار؟ خليني احكي لك بس قصه القرار. اتفضلي. وردا على الاستاذ احمد وما حكاه النهارده، اولا عمليه ضبط استخدامات الانشطه البحريه في دول العالم كلها في المحميات بيتم فرض رسوم ليس لمجرد جمع الاموال او المساعده للدوله او ما الى اخره. العمليه بتاعه فرض الرسوم بتيجي كجزء من عمليه اليات ضبط استخدام الموارد الطبيعيه. هذه الموارد فيها زي ما تفضلتم وقلتوا في اول الانترو بتاعكم شعب مرجانيه انواع معينه بيبقى عليها ضغوط صح ولا لا؟ صحيح. بيتفرض الرسوم وتصاريح ممارسه النشاط لسبب اهم من مجرد جمع الفلوس، الا وهو تنظيم عمليه الاستخدام في المناطق دي. الريف ده يستحمل قد ايه ويقدر ان هو ياخد قد ايه كطاقه تعبي. وبيتاخد التمويل ده او الفلوس اللي بتتجمع دي، وده موجود في كل دول العالم. والفئة بتاعة $5 دي بالمناسبة هي اقل فئة بتستخدم في دول العالم لديها موارد زي الموارد بتاعة مصر. يعني في محميات تانية في العالم تاخد $10 و$20 و$30. فلما بتعملي او بتجمعي ده بتترجعي تصرفيها تاني للحفاظ على هذه الموارد. طيب معلش دي وضحت يا فندم، معلش انا اسفه بقطع حضرتك. طيب القرار ده مادام هو معني بيه برضو السياحه، هل تم التنسيق مع وزاره السياحه ان القرار ده هيأثر انه والله ممكن يبقى عامل طرد للسياحه ولا السياح يتحملوا ال$5 مش هيبقى فارق قوي، وخاصه ان حضرتك بتقولي الموضوع ده مطبق في دول العالم فاكيد يعني الثقافه دي موجود، فنستأنى مع السياحه؟ بصي حضرتك الكلام ده طلع من شهر يمكن 7 اللي فات. طيب. بدأنا بهذه الدراسة اللي اتعملت ونسقنا مع وزارة السياحة. معلومة اللي أهم وبرضو حتة مهمة جدا، إن لما القرار طلع في شهر أغسطس اللي فات وإدى فترة سماح 3 شهور للشركات وللمراكز بتاعة الخوص للتطبيق، فإحنا ما صحيناش الصبح طبقنا احنا هنطبق. معلش دي نقطه مهمه، حضرتك بتقولي القرار من 3 شهور، سيبنا 3 شهور للناس عشان برضو تستعد وتبقى فاهمه ان ده هيطبق بعد شويه. طب هم ساعتها قالوا لكم تمام موافقين ولا يعني ده تم برضو باخذ رايهم او بموافقتهم ولا بالتوافق يعني؟ هخليني اكمل لك بس لغايه الاخر وايه اتفضل الحكايه فيها تتم. فلما طلعنا قرار في شهر اغسطس طبقنا على منطقتين، منطقه اسمها البلو هول ودي اكبر سبوت دايفنج في جنوب سيناء في دهب، ومنطقه اسمها العرق والفانوس في البحر الاحمر. طيب ماشي كده. وتم تطبيق هذا القرار وما كانش في مشكله، بل بالعكس ده احنا لقينا بعد 4 ايام، هديكي مثال على ده بالذات على البحر الاحمر. العرق والفانوس ده بيت الدولفين، منطقه فيها دولفينز كتيره، كان فيها كميه مراكب غير طبيعيه موجوده على الريف.
ضغط غير طبيعي ب 250 او 300 مركب. لما طبق هذا القرار اللي حصل ايه؟ انا نفسي كنت يوميها في الغردقه في العيد كويس. نزلت ركبت مركب عشان اروح نعمل سنوركلينج. قالوا لي لا مش هنروح بيت الدولفين، هنروح ناحيه سهله حشيش عشان تشوفي الشعب المرجانيه وكده، ما دام مش هتعملي دايف. فكره بقى بتاعت القرار هو ده بالظبط، ان انت النهارده عندك اماكن اخرى تقدري ان انت تروحي بره الحدود بتاعه المحميه، تقدري ان انت تعملي فيها سنوركلينج. ما يبقاش السنوركلينج جنب الدايفنج جنب اللايبس لايف جاكيت، فيه استخدامات الضغط عليه كتير خصوصا لو ما فيش حاجه دي. استخدامات كمان عشوائيه وبتهدد سلامه السائحين في المناطق دي. بعد 6 أيام من تطبيق هذا القرار في العرق والفانوس وفي منطقه البحر الاحمر، 7 أو 8 دولفين رجعوا لبيئتهم الطبيعيه تاني. ما احنا عملنا ديستربنس قبل كده بكميه الاستخدامات. طيب دلوقتي يا سياده الوزيره احنا قدام موقف، طبعا انا بشكرك على التوضيح والتفاصيل حضرتك قلتها لنا بدايه من اليه اتخاذ القرار. الناس اللي معترضه وموقفه المراكب دلوقتي ومش عايزين يعني يتحركوا اعتراضا على القرار، هنعمل ايه؟ بصي حضرتك احنا النهارده القرار دون طلع في ناس فعليا عندي في مكتب الغردقه وفي جنوب سيناء، مش كل الناس اعترضت على هذا القرار. في ناس النهارده دفعت ونزلت، في ناس نازله يوم 3/1 عشان حضرتك تبقي عارفه برضو. تمام. مركب ولانش نازل وما عندوش مشكله في هذا القرار. جنوب سيناء بيتطبق فيه بر وبحر، فهو اللي انا فيه النهارده ما هواش، بس عشان دي معلومه مهمه، ما هواش تعميم لكل السياح الموجودين. تاني حاجة ودي الحتة بقى اللي مهمة، اتفضلي. احنا النهاردة لما بنفرض هذا القرار عشان الحفاظ على الموارد الطبيعية وبنفرضه بطريقة معينة، احنا بنفرضه عشان احنا عايزين 3 حاجات محددة. 1، نحافظ على مواردنا الطبيعية ومنع الاستخدام العشوائي لهذه الموارد. 2، بنبص على حاجة تانية برضو مهمة وهي جودة المنتج السياحي، في بنستهدف فئة معينة من السياحة. نمرة 3، التمويل اللي هيجي نقدر ان احنا نعمل بيه خدمات معينة داخل هذه المحمية. وضحت يا فايه فندم؟ ماشي. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. معلش عشان الخط. لا اتفضلي، انا سامع حضرتك. بس فانا بس حبيت ان انا اقول كده واحنا نزلنا، يعني برضو ما فيش مشكلة ان احنا نقعد. انا لسه كنت اقول لحضرتك كده انه في ناس نفذت، اللي ما نفذوش دول يعني ممكن نتكلم معاهم نفهمهم اهميه القرار، وانه يعني أهمية القرار عبء كبير، بس يبقى بالتوافق علشان المركب تمشي. شكرا المركب جزيلا. المركب لازم تمشي. ايوه بالظبط يا ساتر، المركب لازم تمشي صح، تمشي صح، والدوله تاخد حقها. مفهوم يا فندم. ما ينفعش نقعد 30 سنه سايبين مواردنا الطبيعيه اللي هي، معلش بعد اذن حضرتك، ولا هي حقي ولا حقك، ده حق الأجيال القادمة. مش هينفع نهدر هذه الموارد وحق الدولة ما تاخدوش. طيب أنا بشكرك، وخلي برضو الناس يعني من الوزارة عند حضرتك كمان في محافظة البحر الأحمر، يا ريت يقعدوا يتكلموا مع الناس يشرحوا لهم ده للتواصل عشان برضو الناس تستوعب ويكونوا متحملين المسؤولية، مسؤولية القرار وتنفيذه. شكرا جزيلا دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشكر حضرتك.